أجمل تحية لكم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم رياضيون من بلدي. يسرنا أن تكون ضيفة هذه الحلقة بطلة من نوع مختلف أحبت رياضتها إلى حدود العشق، لا تنام ودرجتها خارج المنزل بل داخله. إنها البطلة سهام جبارة، بطلة العرب بالدراجات. أهلا وسهلا كابتن سهام. أهلا بحضرتك. تسلم. أهلا بحضرتك. نحن بصراحة بنعتز بأمثالك وهؤلاء الأبطال القدامى اللي كان لهم شرف يعني رفع علم الوطن وتطوير الرياضة بشكل عام. تسلم كلك ذوق، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. شكرا على المقدمة الحلوة. الله يخليك، بتستحق أكثر من هيك. تسلم. كابتن سهام، نرجع بداية عشق الدراجات. كابتن سهام، البدايات كيف كانت وكيف حبيت اللعبة؟ هلا هو انا جيت ببيت في شويه تميز لموضوع البنت بالبيت حصرا. نعم. ففي اختي الاكبر مني كانت تسوق بسكليت، كانت اكبر مني، هذيك اول بنت بمنطقتنا كلها، احنا مركز ناحيه. نعم. اول بنت بتسوق بسكليت هي، بعدين انا تعلمت منها. يعني في قصه عائليه بالموضوع. ايه. نعم. بعدين ليش اختي الاكبر كانت، كان عندنا فرس قصير وكانت تلعب على الخيل القصاي. نعم. الاكبر شي فينا. نعم. نعم. بس نحن الاصغر اثنين ما كان في عندنا بيت الوادي بامتياز. ايه. ما كان في خيل عدورنا، احنا كانت الخيل كبرت راحت، فكنا اول شيء على البسكليت اختي الاكبر بعدين انا. بعد كل ما نكبر شوي المرحوم الوالد يكبر لنا الدراجه مع مثل ما نحن نكبر. رياضي المرحوم الوالد، واضح من الاهتمام بالمشي، بس ما عاشق للرياضه، بحب المشي هيك، بحب المشي بشكل شخصي، اما الرياضه ما كان عدوره. عدوره ما كان في رياضه، كانت الرياضه كان مثلا كمان خيار من الطراز الاول، كان عنده فرس عربي اصيل. نعم. الوالد عاشق للرياضه بكل انواعها، يعني من هون شجعكم على، بحب كل شيء اسمه بيعطي قوه وبنيه. نعم نعم نعم. تفضلي. بعدين البدايات هي اول شيء احنا صغار، وبعدين جينا على المدارس، صار بالمدارس كان في عندنا المدارس كان يصير بطولات بطولات مدارس من ارقى ما يكون. كان عندنا اساتذه نشيطين جدا. نعم. وانا ما بنساهم بالرغم من علموني من 30 سنه، استاذ بهيج حجاري، استاذ محمد ودح، استاذ عبد حسينو. نعم نعم. هذول الاساتذه اجوا على ثانويتنا احنا وكانوا نشيطين ونشيطين جدا، شو بدك. نعم. بطولات على مستوى سوريا تصير يشاركونا فيها. نعم. يعني هذا الموضوع كان فيه اهتمام بالرياضه المدرسيه بهذاك الزمن. ايه. بشكل جيد جدا. هي كانت الرافد الاقوى للمنتخب الوطني. نعم. والرافد. نعم. الاقوى للانديه. نعم. نستغل حديثك ولو كان بمقدمة الحلقة مشان نأكد على موضوع الرياضة المدرسية، لأنه كانت محور حديثنا بأكثر من حلقة مع أكثر من بطل، وخاصة لإلهم تاريخ مثل بطلتنا العظيمة. فنحن من هالمنبر بنناشد كل الاتحاد الرياضي ومديريات التربية بالمحافظات بالاهتمام بالرياضة المدرسية أكثر وأكثر. تفضلي. من خلال الرياضة المدرسية كانت أختي الأكبر مني الأستاذ محمد ودح نزل على بطولات مدرسية هون. نعم. أخذت الثالثة، أخذت وصلت لبطولة الجمهورية بالكرة الحديدية وقرص. نعم. ضلت خمس سنين بطولة سوريا بالكرة الحديدية وقرص. أختي وهي من المدارس طلعت من وراء الأساتذة النشيطين اللي كانوا عندنا. نعم. يعني إذا عملت مقارنة بين دور أساتذة التربية الرياضية في أيام كنا، اللي هو واضح إنه دور مميز جدا، دور قوي جدا. وحاليا صفر. كيف بالمقارنة؟ صفر. بيطلع لك اسم أو اسمين بكل هالمحافظة عم يشتغلوا. فينا نقول إذا قوينا قلبنا زيادة زيادة في خمسة بيشتغلوا، الباقي أبدا ابدا، الرياضه المدرسيه شبه معدومه. وهذا هي مشكله كبيره جدا بالرياضه السوريه، لانه بكل الدول الراقيه رياضيا الرياضه المدرسيه بتكون الاساس، حتى عم يقسمون بالمدارس هناك حسب الرياضات. ايه من اول بيكون صغير. نعم. بحطوه. نعم. بيخليه هو يشوف اللعبه اللي بده هي وكيف يندمج معه وبعدين بيجيبوه على اللعبه. صحيح. انا لا، انا مدارس يعني يا ريت يا ريت يا ريت ترجع مثل ما كانت. انا كثير كنت متفائله وقت اللي اجى استاذ هشام عجام واستلم قسم الرياضه بالكليه التربيه، هو صحيح. رياضي، ابن رياضي، اخو رياضي، عائله رياضيه، عائله رياضيه امتياز. صحيح. فتاملت انه يقدر يحسب الشغل يعني يضبطه مزبوط لموضوع المدارس، ما كثير نشطه بالرغم انه كان بيطلع معه اكثر من هيك، بس للاسف يعني كل يوم بتراجع لورا. انا بتمنى هالاولاد لما يلحقوا الايباد ولما يلحقوا هالاجهزه والاراجيل وما بعرف شو يعني يحطونا بالموازات معي، ما بدنا يلغوا ولا. نعم. اشياء. نعم. يعني يحطونا بالموازات معي ابدا، لغونا تماما الرياضه، شبه ما بقى يعني الا ومضات هون ومضى هون ومضى، او في اجتهادات فرديه للاعب او لعائله مثلا ممكن تهتم بابنه، مثل هلا مثلا عندك بطل ملاكمه هو واخواته كنا من مدربين ابوي. نعم. على الاستاذ حسين. نعم. لولا الاستاذ حسين موجود ما كان في ملاكمه بهالمستوى العالي هذا للخمسه اولاده. صحيح صحيح. فكل لاعب صار شو بيشوف، واحد هون بيهتم بيطلع اللعبي، واحد هون بيهتم بيطلع اللعبي. الموضوع تقريبا خاص وليس رعايه كامله يعني. لا كما أبداً. يقولوا من قبل الرياضه المدرسيه ابدا، صار في دخلاء كثير بالرياضه. بتشوف بكل لجنه فنيه داخل اثنين وثلاثه مو شغلتين اللعبي، هذول ما بيلعبوا ما بيشتغلوا وما بيخلوا غيرهم يشتغل وما بيتفهموا مشاكل رياضيين كمان، ما بيخلوك تشتغل، لا بيشتغل ولا بيخلوك تشتغل. نعم. طيب هلا بنرجع لموضوع البدايات اللي كان في تاثر باختك اللي كانت بطلي كمان بالدراجات. اختي بطلي بالكره الحديديه قرص.
وفي وبالدراجات في وحده كمان دراجات ما شاركت. نعم نعم نعم. بس كانت تحب الدراجات. نعم. فبهذيك الفتره كيف كان تدريبك؟ يعني كيف كنت يوميا ولا كيف؟ هلا وقت اللي كنت قبل ما انزل على البطولات ما في بسيكليت ينصف هيك على جنب ما في. نعم. نعم. مو هيك انا عندي هوايه اي دراجه جاي على الضيعه لان اكيد بدي اخذها واطلع عليها. نعم. شو ما كان نوعها يعني. شو ما كان نوعها بدي اخذها. نعم. ان شاء الله قصيره عالي بدك وكله. نعم. بدي اطلع عليها. طيب هلا موضوع هلا سواء حكيتي قصيره او صغيره او هيك او كبيره يعني كمان ما دور هذا الموضوع يعني احنا بنجيب طفل مثلا بيكبر هو شوي بتكبر الدراجه بيكبر هسه شوي بنكبر كمان الدراجه لازم اللي بيجعوا ظهره. نعم بيجعوا وجهي. نعم حتى لو كان انه يعني الدراجه حتى لو كانت الدراجه اصغر من حجم الطفل بكثير فهذا الموضوع ليس ايجابي كمان بالمطلق بتقدر عليها بس ما بيكون ايجابي اذا الدراجه صغيره هو اكبر بده. نعم. يسوق بصفي اجريه تطلع فوق الدركسي. عم شوف بعض الصور لك كمان البطل سهام هاي واضح هون في مجموعه اطفال مدارس وهون يبدو كمان في تكريم او تتويج. نعم. نعم. تتويج بحما كان بطوله انديه ببطولات هي ايام المنتخب الوطني انا ورفقاتي ايام المنتخب الوطني رح نوصل للمنتخب الوطني شوي ثاني. ايه تفضلي بعدين بلش التدريب والاهتمام حتى على جميع انواع الدراجات الكبير والصغير وكل مهني. نعم. هي نعم. مبدئيا فوق بالضيعه بعد خدمتك الطبيعه بهذيك الفتره كثير منطقتنا كثير حلوه يعني انت مالك قلب تفوت على البيت من قد ما منطقه حلوه هلا صرتوا مصورين على التلفزيون عندك. نعم. كثير عنها. نعم. شغلات. نعم. وافلام. نعم. ومسلسلات بشجع هذا الموضوع كثير حلو. ايه ومنطقه خضره وفي ومي ناس طيبة وناس أوادم وناس قريبين كله بيشجعك يعني أنا بكون طالعة ماني طالعة لحالي أنا طالعة كل شيء فيه موجود بيشجعني. نعم. بيطلع اسمي على التلفزيون بيتصلوا فيني بيباركوا لي. نعم. شو جاي. نعم. بنتيجة بيطلع اسمي بالراديو بجريدة كله بيتصلوا فيني بيباركوا لي. في تشابه بينك وبين هلا حكيتي عنهم ذكرتينا فيهم آل غصون في تشابه بموضوع الطبيعة يعني كمان كذا مرة صورنا عندهم مرتين فبالمرتين يكون في تدريب كيف التدريب للكابتن حسين اللي هو أبوهم ومدربهم فالتدريب صعودا بريف جبل البعيد ثم بريف الأبعد يعني كمان الطبيعة بتخدم بهذا الاتجاه. أستاذ حسين ذهب من الذهب العتيق اللي. نعم. ما في منه. نعم. اللي ما في منه فهي كان بالنسبة لضيعتنا مبدئيا كان البسيكلت دائما هو طريقي إذا بدي سلم على بيت جدي على البسيكلت إذا. نعم. بدي أروح عند حدا من رفقاتي على البسيكلت إذا كنا بالمدرسة وطالعين من الدوام خذ رفقاتي معي على البسيكلت وصلنا لبيوت نضل نتسلى للطريق من وسطنا ورجع وبالتالي التدريب خلص تلقائي ذاتي. نعم. هي. نعم. اول شيء. نعم. بعدين بتجي في عندك معلمة رياضة كان بثانويتنا شافتني طالعة بسيكلت عادت قلت تعالي لهون اجي قال في بطولة شبيبة مدارس اللاذقية بتشاركي قلت له فورا ليش عم تسأليني سجلي اسمي ولا. نعم. تناقشيني. نعم. قال تنزل قلت له بنزل بعدين اخذت من المواد تبع البطولة كانت البطولة اول مرة بتكون اللي بشارك فيها انا 8 اذار 83 89 من اذار. نعم. كان عندك كل الاحتفالات الثورية صار فيها سباقات على مستوى عالي مناسبة عزيزي. نعم. والله كانت تصير بطولة تبعت مشاركة 8 اذار فرضا. نعم. تصير بمستوى بطولة الجمهورية من مستوى المشاركين اللي يكونوا. نعم. نفس الشيء بمناسبة عيد الحزب 7 نيسان نفس. نعم. الكلام 16 تشرين الحركة التصحيحية. نعم مناسبات وطنية عزيزة كل مناسبات وطنية الغالية على قلبنا جميعا كان. نعم. كل بطولة تصير بمستوى بيليق بمناسبتنا الوطنية. نعم. 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 فنجي على المشاركة نزلت شاركت بدراجة عتيقة موديل صيني من اللي كانوا يسموها هرقل اللي تذكرها اللي تكون. نعم. عالي شوي هاي بركب عليها جراد غاز بالأسفل. نعم عارفة بعرفة. نعم عالي شوي كثير نزلت بكل مع كل هذا أنا أخذ بكل أول مشاركة الثالثة على اللاذقية بالرغم من وجود بطلات جمهورية فيها ما شاء الله بطلات جمهورية وأخذت الثالثة بأول مشاركة وفينا نعتبر أنه بدون مدرب صراحة يعني بدون مدرب بدون شيء لهيك. نعم. لما بس هيك نتغلط بالطريق سيارة الإسعاف تزمر لي من ورا وتقول لي ما من هالطريق من هون يعني أنا ما بعرف حدا أنا ماشي بطريق ما بعرف وين كان مضمار السباق وقتها؟ كانت بتنطلق من عند الملعى البلدي بتلف لفة راس الشمرة وبترجع باتجاه فرع الحزب تحت على البحر. نعم. على البحر. نعم. 25 نعم. كيلو كانت اللفة كيلو. نعم. هي كانت أول مشاركة بعد منه بيضبون على الفريق إنه تعب تشتركي معنا منتخب لاذقية منتخب لاذقية. نعم. فأجيت وقتها وبلشنا معي ضلينا فترة أول فترة كان فيها كتير تخبيط. نعم. لأنه كان فيه يعني ما فيه ثبات مثلا ممكن نتمرن لبطولة ونجي ونستحضر وما يخلونا نسافر بآخر لحظة على الشام يعني يكون بطولة ممكن بالشام ممكن بحلب ممكن بإدلب مطرح بدك كثير أحيانا نسافر شو كان متعلق هذا الموضوع يعني ليش ما هلا ممكن هلا بنحكي دائما بخلاء سبب. نعم دائما أي شخص بيفوت على الشغلة مو شغلته سبب يعني بهذيك الفترة كان فيك تعتبري اللجنة الفنية هذيك المرحلة هلا خير هذيك نفس المجموعة اللي كانت هنيك صارت هون نفس الأشخاص تقريبا. نعم. تقريبا. نعم. مو كل في نقص مني. بعدين بيجي لك زلمه بثبته لهاللعبه وبثبته وبخليها بالعالي وضل يعني بكفيك ان اي ما جيت دراجتك شغالي اسمه سامر صالح هذا الاستاذ اللي كان على دوري انا. نعم. سامر صالح مثلا هو ما حط اي جهد على الطرقات بس عنده فريق معتمد عليه طلعوا تمرين بنطلع
مثلا اعطاك اليوم قال لك مثلا اليوم طلع طريق جبلي بيطلع الفريق كله جبلي مثل ما قال، لانه رايح ورا لانه عم يشتغل. سامر صالح بطل بالاساس، ما هيك؟ نعم لاعب منتخب وطني. رجعنا على موضوع انه قديش مهم كثير ابن اللعبي. مين كان رئيس اللجنه الفنيه؟ كمان ابن اللعبي، او بالاحرى كل بيت اولاد اللعبي، بيت هنيدي، استاذ عبد القادر هنيدي كان رئيس اللجنه الفنيه، بس كان رئيس اللجنه الفنيه غير متدخل. بيترك لك مجالك كمدرب وكلاعب، خذ حقك وخذ حظك باللعبه. ما والله انت مدرب عم تشتغل شغله بيجي بيعطلك هو لانه عامل حاله هو رئيس لجنه، لا هو رئيس لجنه بس رئيس لجنه اخي كبير للكل. نعم. انا بالنسبه لي اذا بدها اللعبه تزدهر مره ثانيه لازم يرجع هذا الزلمه، هو عائلته هذول اهل هنيدي بعدا عن اللعبه، راحت اللعبه وراهي. مين ضل باللعبه؟ كم واحد نحن هلا، انا جبت اثنين من رفاق الشباب رجعتنا على اللعبه، ما بدنا نحن، ما بدين اولاد اللعبه. يعني بالاساس كمان حتى قبلكم كان في جيل كويس بالدرجات، كان في اسماء منيحه. افضل جيل كان ببلش عندك عبد الناصر هنيدي، عبد الرزاق هنيدي، والبنات كمان كان في اسماء. هلا عندك عبد الناصر، بنخلي الشباب اول شيء، عندك عبد الناصر، عبد الرزاق هنيدي، عندك كان عمر عباره، كان فهد حوش، كان جمال زربه، عبد الله مورلي، رؤوف حربه، باسل صوفي، اخو ما شاء الله ذكرتيهم كل الناس. كان عندنا لاعبين شباب والبنات من اروع ما يكون. هي بالنسبه للشباب، حتى في كان في عندنا اثنين، مهند هذا من كنيته ما عاد ذكرته، فيه لاعب ثاني كان اسمه مصطفى عرداتي، هذا طلع مستوى بطولة عرب، اخذ ثاني بالعرب. نعم. وكلهم هذول ما عاد بينوا. بيجي لك بالبنات، كان في اول فريق عربي اللي انا كنت فيه كان معي مير تلعش، روح حسون، مانيك حيلي، هي اول اربعه نحن، اول فريق عربي بيصير او فريق سوري بيصير. نعم. يشكل منتخب وطني على مستوى العرب. نعم. بيجي الفريق اللي بعده كان في من لعباتي انا رونا شاهين اللي ظلت بطلة عرب تقريبا، هي وفريقها تتركوا تتركت اللعبة، هي بطلة يعني، ما في مرة في بطولة الا ترتيب رونا. في افتكار نافلي وشريهان شعباني. نعم. هدول كملوا لنا، في عندنا لعبتين كانوا بمستوى منتخب وطني بس حظوظا كانت شوي سيئة انه على دوري ما كان في حدا يشتغل مشاني. نعم. طيب شو رأيك نكمل حديثنا ومنشوف استطلاع صغير للقاءات مع بعض المسؤولين بالفرع الاتحاد الرياضي، بنتابع حديثنا. نعم. مشاهدينا مع هذا الاستطلاع الذي اجرته زميلتنا لارا صالح. سهام جبارة لاعبة بطلة بلعبة الدراجات، وهي قدمت عرق كتير لبطولاتها وإنجازاتها السابقة، وما اكتفت بهذا الحجم يعني، حتى لما تركت اللعب عملت باللجان الفنية، باللجنة الفنية للدراجات، وأيضا كانت ولا زالت هي مدربة للعبة الدراجات يعني. وانا اكثر من مره بكون يعني بصراحه يعني بشوفها، بلاحظها لما بنزل على المضمار، بشوفها انه دائما بتعامل لاعباتها ومتدرباتها ومتدربينها بشكل اخوي، وكانهم هن اخواتها الصغار، حتى يعني بتتابعهم، حتى يعني بتتابع ب اصلاح الدراجات يعني، وبتعلمهم وبتعطيهم خبرتها بشكل، وبتسقلهم بشكل جيد والايجابي. سهام لعبت الدراجات تشتغل منيح فيها، كتعامل شخصي إنسان كتير خلوقة، كتير حبابة، مزوقة بطريقة تعاملها، منفعلة، بتحب دائما تشتغل شغلتها تخلصها يعني مثل ما بيقولوا، بتتابع لأمورها دائما. الأنسة سهام جبارة إنسانة خلوقة من طفولتها يعني، هي بتلعب، بنعرفها نحن أنه هي لعبة دراجات، الإنسانة واظبطة حالها، شاركت بعدة بطولات والحمد لله يعني كانت نتائجها كتير كويسة. بنعرف عنها أنها إنسانة خلوقة مواظبة للتدريب وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وصارت هلا حاليا مدربة بتتبع دورات، وعندها فرق وطاقم كتير كويس، إن كان بنين حتى بناتي مستعدلون، وتضحياتها كتير قوية مشان اللعبة، والله يعطيها العافية، ومنشد على إيدها تكون أحسن من هيك إن شاء الله، يكون كل متمثل بقيادة لهالشيء هذا. وسمعنا الحديث يعني على الاستاذ مصطفى محمد، من وجه له تحيه، يعني اكد على انه انت لك دور سابق وحالي باللجان الفنيه وعلى تعامل اخوي او يعني بشكل عائلي نوعا ما مع اللاعبين، قديش برايك هذا الموضوع بياثر على نفسيه اللاعب وممكن ينجز؟ هلا انا بالنسبه للاعب انا بحب انه كل شيء انقهرت فيه ما تنقهر فيه. نعم. بتمنى شيل عنا كل ألم مرق معي أنا ولا رفقاتي ولا أي شيء قهرنا على هالطرقات، ما بدي إياه يصير معنا. بينما الرياضي اللي عنده مشكلة نفسية معينة بيكون كل شيء مر فيه راح يمرق كل الأجيال القادمة فيه. حرام صغار، أنا بجيبهم صغيرات بعدين مثل أولاد إخواتي صغار ومهذبين. نعم. أنا باخذهم صغار من المدارس بحيث إنه يربوا معنا، بعد يربوا معنا يتعودوا علينا. فكل شيء في يوم من الايام قهرني الي ولا قهر رفقاتي ولا اي حدا من الشباب ولا بالبنات اللي او انحرمتوا منه مثلا، هذا حدث ولا حرج عني. نعم.
كان فيه دائما الرياضي بينظلم عندنا. لو في عالم احترافي هم كان يصير معنا ما يصير. عندنا في كثير لاعب بيخلص عمره الافتراضي باللعبه وما بيلحق يجيب بده يجيبه بسبب الوضع. نعم يعني كمان حتى كفعاليات باتحاد الدراجات، اتحاد الدراجات بهذيك الفتره او هلا كيف كان اتحاد الدراجات؟ كيف تغير؟ عندك اول ما بلشت اللعبه بسوريا كان بطيئة جدا. كان في اثنين، واحد اسمه ابو صياح رئيس اتحاد قديم. نعم. يعني ما كان في تطوير، بطوله واحده او بطولتين بالسنه على دوره. بيجي بعد منه عبد الفتاح بيتماني، عباره عن لاعب كره قدم سابق. ما عطل اللعبه غير الجزء القليل من لعبته من امكانيات الدوله كانت وقتها مرتاحه مثل هلا حرب. نعم. يعني على صعيد الدرجات كان في عدد متوقع كبير من الدراجات، كان عندكم بس هيك الشبيبه كان جايبه لحالها، كل محافظه كان عندها 400 500 دراجه. الشبيبه لحالها دعمت تعلمها قسم الله ورزق لموضوع الدراجات بس، وبالتالي موضوع الدراجات متوفره تماما، كل شيء متوفر الدراجه والدراجه اثنين وما اشتغل. اجى بعد منه في زلمه ثاني ابن اللعبي مازن كفري، قدم للعبي كل شيء نامت فيه الدراجات 20 سنه قبل. نعم. فيقف خلال 5 سنين جاب فيها نتائج قد ال 20 اللي مضوا. يعني كارثي كان وجود الشخص، كان وجود الاشخاص طبعا هي المشكله دائما. نعم. مشكلتنا بالاتحاد الرياضي بالرياضه اصلا، اذا ما صار وزاره شباب الرياضه راح نضل نفس الوجع ونفس الالم ونفس الشكوى. ناس دخلاء من هون ومن هون، شيء بيجيبوا لك واحد من الريجي بيحطوا لك باللعبه، شيء بيجيبوا لك واحد من البلديه بيحطوا باللعبه. هلا انا مثلا بدك تقول كره القدم، ثقافه العالم كلها بتعرفها قد ما بيشوفوها على التلفزيون. بس لعبه مثل لعبه فردي شو بيعرفن فيها؟ بيجي بيقولوا لك مثلا بدنا شهادات علميه، خيو جيب لي دكتور من جامعه تشرين يعرف لعبتي. طيب بعتني محله، انا ما بعرف بشتغل محله، انا حطني محله دكتوره ما فيني، جيبوا محلي كمان هو ما فيني، اشتغلوا على الاساس وبعده الخبرات. يعني واحد بطل دولي ما بده يكون معك دكتوره ولا معك هندسي ولا معك شهاده ولا هلا في عندنا كثير ابطال دوليين ما رح سمي لكن ما معه سادس، على اي اساس بتبعده برا؟ استفاد منه، بحب لها اللعبه وعايش فيها عمر، اذا ما رح تستفاد منها منين بدك تستفاد؟ بس واحد يقول لك انا معي بكالوريا ولا معي جامعه ولا أنا هو بصراحة الجانبين لهم دور بموضوع يعني إنجاز دراجة أو حتى إنجاز رياضي بشكل عام. يعني إنه دور الأساسي طبعا التدريب والخبرة، وفي دور الدراسة الأكاديمية ما كمان. في عنا نعم. ما في أكاديمية خاص بالدراجة، ما في لا, لا هلا كل اللي عم يدرسوا عنا كلية الرياضة، خريجين كلية الرياضة كلها ما بيعرفوا شيء عن لعبتنا، بياخذوا الرياضة المدرسية ما بياخذوا لعبتنا، لعبتنا لعبة خاصة هي والفروسية مثل بعض. يعني التعامل مع الفرس له خصوصية، والبسكليت نفس الشيء لعبة خاصة، هي يعني لعبة خاصة. بترجح جانب الخبرة الخبرة أفضل طبعا. ايه. وعمل له دورات لنفسه ابن اللعبة، عمل له دورات وطوره بلعبته. ما تجيب لي لوح مع بكالوريا علمي يكون علامته 260 شو بيعرفوا بلعبتي؟ شو بيعرفوا؟ لا ما عنده فكرة. يعني هلا هو بحل ثلاث ثواني وأنا من هون لتقيب شو لك بخمس دقائق. عم نحكي صحيح، عم نحكي نحن دراسة الأكاديمية ضمن الرياضة، يعني ضمن كلية التربية الرياضية. إذا كانت مدرجة هذا فرضا هي المادة فرضا ضمن مناهج كلية التربية الرياضية، فبالحالة هي إذا أخذنا مجموعة كم منيح من المعلومات النظرية اللي بتخدمنا بهذا الاتجاه، فرضا التركيز على بعض العضلات، شو أهم العضلات؟ أنتم بالخبرة عرفتوها كلها، شو أهم العضلات المطلوبة لرياضة الدراجات؟ أي عضلة لازم ننشط؟ أي عضلة لازم نهتم فيها؟ نكون جاهزين؟ هذا الموضوع له دور. واحد يعني كل الوقت عم بيتمرن لهدول العضلات، عم يشتغل عليهم. نعم. كل الوقت. نعم. الخبره بتجيب نتيجه قد 100. على ذكر الموضوع اللي حكينا فيه، شو اهم الرياضات فعلا الاجانب رياضه الدراجات اللي بتساعد الدراج يكون بافضل عطاء؟ هلا نحن عندنا ما في غير مرحله الاعداد الشتوي. هاي فينك تلعب اي تمرين بدك اياه، كره قدم، مشي، سباحه، جري، كذا. ايه بيصير حديد على الخفيف ممكن. نعم. بس خلال بس طلعت على الدراجه، بس اللاعب اخذ دراجته وخلص بلش تمرين دراجي، كل هدول ممنوعين. يعني ما بقى بيصير عندك بطولة مثلا بكرة جي تسبح قبل بأسبوع بضل ثلاثة ما فينك تمشي في بطولة، معنى ذلك الرياضة الوحيد دراجات فقط وأنت على الخفيف. يعني هلا الدراجة هي إذا بدك تتمرن يوم البطولة بس طلعت على دراجتك، مشان بطولتك حسبها بعد شهرين ولا بعد ثلاثة، أنت طلعت على الدراجة خلص أداء شتوي ما عاد بقى في تمارين ثانية أبدا. نعم. لا لعب طابة، لا طلع تلعب دراج، طالع دراج نزل دراج، تلعب طائرة، تلعب أي لعبة كان فيها اقسى من لعبتنا. احنا لعبتنا كثير طريه على العضله، شوف عضله لاعب الدراجات مثل فرمه الراحه، كثير رخوه طريه وبنفس الوقت مرنه جدا. مرنه يعني جدا. ايه مرنه جدا بس وقوي بدون ما يكون شكله مثل شكل عضله لاعب الحديد. حديد بتشوف هيك اجره هيك. صحيح. نحن لا منظر شكله من ساب حلو. ايه نعم. او كمان هلا على ذكر لاعب الحديد، ممكن لاعب الحديد يحتاج احيانا لبعض الاغذيه البروتينيه، التركيز على البروتين بشكل عالي جدا، هذا الموضوع بينفخ العضلات، احيانا النفخ بيكون غير مدروس وغير صحي. صح. عندكم الاعتماد على يعني رياضه الدراجات بحد ذاتها هي بتمرن العضلي، بيجي دور للغذاء طبعا برياضتكم؟ طبعا. هلا الغذاء هو يخلي لاعب دراجات مثل سياره البنزين، اذا بدها تمشي بلا بنزين ما بتمشي، هو هيك هو بده يكون تغذيته سليمه وقويه، واذا ما عنده قدره بتأثر على مشيته.
نعم تأثر نعم. مشيت إذا وضع نعم. المادي ما مشى إيه نعم. بدنا لعبة مكلفة مثل لعبة الفروسية اسمها ألعاب خاصة نعم إيه نعم. فعندك تغذيتها كتير غالية يعني إذا بدك هيك تقرش على النظام اللي عندنا نعم. على الوضع اللي عندنا مشكلة طبعا هون عم يصير اللاعب الدراجات الدراج اللي عنده بطولة أو هيك عم يهتم بغذائه ممكن قبل البطولة ايه فقط يعني ايه قديش قبل البطولة لازم هلا عندك اللاعبين المقيمين بالمنتخب الوطني هن لحال اجتهاد شخصي اجتهاد شخصي بيقطعوا حال لما فيتامينات ولما التغذية كل اتحاد رياضي بيجيب لهم وجباتين كله بس هن لاعبين المنتخب ايه لاعبين المنتخب نعم. الوطني في لهم رواتب كلاعبين المنتخب بس هن بيجيبوا لحال مكملات غذائية بياخذوه بيقووا حالهم ما بيتركوا حالهم بياخذوا فيتامينات كل السنه بيتركوا حالهم هلا هي كلمه مكملات غذائيه احيانا ينظر لها بطريقه يعني بتخوف شوي انه متممات غذائيه او مكملات غذائيه يعني في نوع من الهرمون الناس بتنظر له هيك بس مشان نوضح الرياضه الدراجات ما بتعمل مع الهرمون اللي بعيد ولا مقر نعم اللي عم بياخذوا فيتامينات هلا هن بيعتمدوا اكثر شيء على الكوكتيل الكوكتيل الفواكه هذا متم غذائي طبيعي بياخذوا شيء طبيعي كوكتيل وقت اللي ما موجودين هدول في عندك موسم شتوي بتواجدوا كل هدول نعم نعم فبيضطروا ياخذوا فيتامين موازي للموجود ممكن يكون في ليمون اكثر ما يكون في تفاح صحيح شتوي صحيح ممكن تشوف بالشتوي موز اكثر ما تشوفه بالصيف مزبوط صحيح فهن الماده اللي بيشوفوها فيها نقص بيستنوا بيجيبوا فيتامينات لها فيتامينات مو مكملات غذائيه بيتعاملوا نعم مع نعم جماعه الحديد نعم لا لعبتنا قتل ما تلتقي مع الحديد بشيء نعم فبياخذوا فيتامينات معوض بتعوضك عن انه بالشتوي في ليمون ما فيه مثلا نجاص فرضا او ما فيه مثلا كرز مثلا تاخذ فيتامينات بيعوضك طيب بالعصعيد البطولات كابتن سهام انت اول مره قلنا شاركتي واحرزتي المركز الثالث دون تدريب تم ضمك الى المنتخب البلدي والمنتخب الوطني لاحقا المنتخب البلدي يعني. قديش بالمنتخب الوطني كم بطوله جمهوريه احرزتي وكم شاركتي هلا هو اول بطوله هي قلنا البلدي كانت ثالثه على المحافظه بعدين رشحوني على بطوله جمهوريه اخذت الثالثه على سوريا نعم البطوله اللي بعدها اخذت اول فيها انا البطوله اللي بعدها كان في تقريبا بيناتهم شي شهرين نعم اي بعد منها ما ضلت يعني انا بلشت ب 83 تركت ب 97 ما في ولا تتويج بسوريا الا انا ضمن ثلاثه الاوائل ولا مره اخذت اربعه الرابع ولا مره بكل البطولات من ولا بطولة غدية اول يا ثاني يا ثالث وبنفس الوقت ولا عمره صار تمرين وغبت عنه قولا واحدا التزام مطلق يعني مطلق نعم. المعسكرات كان تصير بالشام احيانا كمان تواجدي فيها كلها 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 بامتياز اي شيء له علاقه بلعبته ان شاء الله لو عمره ما يصير شغل بهك البيت بده يروح نعم هذا عشق الرياضه اللعبه عندي رقم واحد وبعدين نعم. بعدين تجي الدنيا البطوله العربيه اللي صارت بعدين هي اول بطوله عربيه بتصير ب 92 نعم بل انا حضرها بيجي سنتين تقريبا تصارت وهي كانت مقرره بتونس التونسي كالعادي العرب باخر لحظه بيقولوا باي خزلونا باخر لحظه باي فالمرحوم القائد خالد قدس الله روحه رحمه الله نعم كان ما ما ينبسط بهالحركات اللي اسمها تجمع عربي وحدا يلغي كانت تزعجه هالقصص هي فورا بيعمل هو المرحوم الخالد كان يصر على انه سوريا قبلة العرب دائما يعني ايه حتى بشوف حتى الان باسوا ايام اللي عم نعيشها بهالازمه بنشوف قسم كبير من الطلبه العرب عم يدرسوا بجامعاتنا يعني موجودين وهم سوريا عندهم يعني قسم من الطلبه العرب موجودين من المغرب من تونس من كثير دول ولسه ورح ترجع ان شاء الله الامور احسن ان شاء الله يا رب ان شاء الله بيجي السيد الرئيس مباشره بيعمل قرار انه تنجاب البطوله العربيه نفسها سابعه وتنقام عنا بسوريا وما كان باقي لها شهرين التحضير كيف راح يكون شغل كل مؤسسات الدوله لصالح الاتحاد الرياضي يعني فينك تقول اذا تدخل الاتحاد الرياضي شوف فريق السله معه باص للبنات ومعه باص للشباب بشوف مثلا فريق الدراجات معه باص للبنات يعني مرافق كامل ما بقى ما يتركنا وباص للشباب يعني هذيك الفتره كنا مثل الدول الراقيه رياضيا فعلا جاب من كل مؤسسات الدوله نعم. الدوله بتمن على حالها شغله موني بتشوف مثلا نعم. باصين لمديريه التبغ فرضا بتشوف اثنين لمديريه الزراعه بتشوف اثنين مثلا في استحقاق ضخم وبالتالي يجب الاعداد ايه جابوا بهالشكل هذا للبولمانات المنتخبات الدوليه اللي اجت جابوا لنا كل البولمانات الحديثه اللي كان جاي على سوريا اللي كان تشتغل عندنا بسوريا فرغوا له لكل باص لكل منتخب بولمان فخم يعني نوع اول نعم. خمس نجوم نعم. حتى نعم هي وشغلوا كل المدن الرياضية المدن الرياضية بالشام كتير فيها عيني غير نعم نعم نزل العالم فيها وصارت البطولة العربية تصدت لسوريا يومتها وكانت أحلى تنظيم وأحلى بطولة وأخذنا نتائج فيها على مستوى كل بكل الألعاب كانت شاركنا ب 355 رياضي ما شاء الله كانت النتائج كبيرة وما في تقريبا فريق غير جاب له ما بعرف كم حفنة ميداليات نعم إيه وكان في هيك يومتها المنتخبات الوطنية تسهر المساء وتغني له يا باقال وكفية والدور العربي لعيونك نعم. أبو باسل ميدالية ذهبية فكل عم يقول لها الكلمة بيعرف حاله بده يجيبها نعم
واثق من من قدرته. نعم أيوة وجبناها الحمد لله. انت منتخبنا اخذ الاول بالرياحه يعني. وقتها كان مين الاسماء ابرز الاسماء اللي كانت تذكري بعض الاسماء؟ اي طبعا. طب اضافه اليك مين؟ مير تلاش، مانيك حيلي، لادية عم نحكي هذول لواتقه. نعم. وروح حسون. انا كنا اربعه من السوريا من اصل سته. كانت لدي أربعة من أصل ستة السيدات. كنا نازلين فريقين لأن البطولة عندنا. فالفريقين كانت نتائجهم ممتازة. اثنين ممتاز. الفريق الأول هو الأساس أخذ الذهبية. وبالفردي كمان أول ثاني ثالث سوريين كانوا. نعم. وبالرجال بتذكري بعض الأسماء؟ بالرجال كان عندنا فريق رائع جدا، كان ياسر الحسين من دير الزور بس من دقيق أصدق بالمنتخب الوطني. نعم. كان رؤوف حربة بس بالفريق الثاني ما كان بالفريق الأول. يعني الفريق الأول كان فيه لاعب من دير الزور كان اسمه ياسر الحسين، كان فيه لاعب من لاعبين من إدلب، واحد اسمه صبحي نبهان واحد اسمه الله يرحمه جمال خان شيخوني توفى هذا رفيق مشهد. نعم نعم. وفيه كان حسين زكريا، كان فيه حسين مزيات، كان في كثير. البطولة اللي صارت بعد منها يعني مشاركة عربية ضخمة ما كان فيها. هي أقوى مشاركة كانت لأنه نعم. وأول مشاركة لأنه تجي بعد منها الدولة العربية الثامنة كان ببيروت. ببيروت ما شاء الله عليهم ما قدروا ينظموه لأنه للعبتنا. الألعاب الثانية ما لها علاقة فيها، نحن لعبة الدراجات. انطلقت العالم بين السيارات، السيارات تمرق يمرق الدراج بيناتها راح بيموت بين السيارات، تضطر يوقف البطولة ما تكملت. الدولة العربية الثامنة ما تكملت، رحنا وجينا بس انطلقنا مشينا بين السيارات ما قدروا يوقفوا السير يا بيموت. وبالتالي التغت طبعا. اي منتخب بده يحامي بده يحفظ لاعبته. نعم. انت ما فينك توقف السير. انا ما بموت لاعبتي صح، كل العالم ضبط لاعبين وما حدا ما حدا بقى كمل. وبالتالي فشلت البطوله بس بالدرجات يعني بالدرجات توقفت تماما وما تكملت وما كان في نتائج ما كان في ترتيب يعني. لا لا ابدا. طيب بهذيك الفتره وحتى قبل البطوله يعني الخارطه الرياضه العربيه فينا نقول سوريا بالدرجات كانت اوائل بالنسبه للشباب. نعم. بالنسبه للرجال نحن مسبقا لمصر 15 سنه. ومصر اول مدرب بيجي لعنده اخذه من عنده كان يدرب عندنا منتخبنا الوطني إلنا. أخذوا لعندي. في عندك من الدول المعروفة على خارطة رياضة الدراجات عندك المغرب، دول المغرب العربي قوية، الجزائر، تونس، وخصوصا أنه عندهم محترفين برا. إن هذا السبب يعني مزبط. لأنه هن اللي جوات البلد عندهم ماشي حالهم بس ما لنا أفضل من اللي عندنا. نعم نعم. ونظرا للإمكانيات لأن إحنا شو ما جاب لعبنا برافو عليه. طيب استمريتي بالرياضة واتجهتي للتدريب كابتن سيهام بعد هذه الفترة. يعني الجيل اللي دربتي كان في إنجازات من طبعا هي رونا الشاهين من لعباتي. نعم. رونا الشاهين بلشت معي أنا بعدين كملت مع رفقاتي يعني. أنا ضليت مرحلة بيجوا لك الدخلاء الرياضة بيقولوا لك صف على جنب، علما أنه حتى التدريب يعني بده بالإضافة لكل العوامل اللي حكينا عنها بده خبرة كبيرة كتير وبده شهادة أنه أنا أحرزت أنا بطل يعني عندك خبرة قادرة. ما بيخلوك تشتغل لو كنت بطل. لا إذا كنت بطل ولا إذا ما كنت بطل، بهم من بس هذا اللي جاي شو وضعه بالنسبة لإلنا وبس. هلا أنا أبعدوني عن لعبتي أيمت أبدك بس أنا ما عم رجع. هلا لعبتي أنا عم اشتغل علي وأنا كلها عم أطلع لك وين هاي ديتي. عم اطلع الساعة 8 الصبح بكون بالتمرين مع لعباتي. انا ما بترك لعبة صغيرة ما بخليها تضيع، لو كان الكبير ما بده انا صغير ما بخليه يروح مشان راضي الكبير او يزعل الكبير. انا بهن اللعبة. استمرتي بالتدريب كابتن؟ طبعا عم درب لهلا وعندي بنات، عندي هيلين طرف ثانية على سوريا بالشبلات، وعندي هند طرف اختها ثانية على سوريا بالشابات، وعندي بنت هلا لولا البكالوريا هلا هي بطلة سوريا. بكالوريا بس كانت السنة هلا خلصت فحص، يعني هلا بترجع على التمرين هاليومين تكون خلصنا بطولة الأولمبياد اللي عم بيصير هلا تبع الناشئين. نحن دراجاتنا قليلة للأسف، إذا لاعب بده يتمرن الثاني بده يتفرج تكون خلص هذاك. والله مشكلة، إذا عملت أنت مقارنة مع أيام زمان عم تقولي لي إنه كانت الشباب موفرة يعني مئات الدراجات بالآلاف الدراجات على بطولة. نحن أكثر شخص في تاريخ اللعبة دعمنا إلنا كلاتقي معلش دكتور طبعا. الدكتور وليد عثمان. نعم. راح الله يذكره بالخير، الدكتور وليد عثمان كان مستلم الشباب والرياضة عنا. بس ناخذ بطوله ياخذنا رئيس اللجنه لان نروح لعنده نسلم عليه بارك لنا يعطينا دراجتين دعم للعبي، احيانا يعطينا اربع. كل الدراجات التدريبيات اللي كنا عم نلعب عليه الجزء الاكبر للشبيبي. نعم يعني ان شاء الله نحن نتمنى التوفيق دائما لرياضه الدراجات وللرياضه السوريه عموما. وبصراحه كان في اكثر محور انه ممكن نحكي فيه بس بيروح الوقت معك بسرعه بتتخلي بمحاور الحديث ما شاء الله عليك وكله صحيح يعني بصراحه بشفافيه. فنتمنى لك التوفيق الكابتن سهام جباره وانت بطله العرب للدراجات، وبنتمنى ان شاء الله يتخرج على ايدك كمان ابطال يرفعون علم الوطن في المحافل العربيه والدوليه ايضا. تسلم الله يخليك. انا عندي البنت هي اليوم ان شاء الله يا رب هلا بهالبطوله ان شاء الله يا رب تاخذ اول الله يوفقها ان شاء الله في بطوله الاولمبياد. نعم.
وان شاء الله يا رب لعبتنا تتطور ويرجع اولاد اللعبه. انا بدي ضل نادي لإلن، هدول لازم يرجعوا، لازم يطلب حق فعلا، ولازم يصير عندنا وزاره شباب ورياضه، وحرام بقى حاجه يعني اذا لبنان ما بتجي قد حاره صغيره بسوريا عندها وزاره شباب ورياضه، الكويت ما بتجي قد ما بعرف قد اللاذقيه عندها وزاره شباب ورياضه. ان شاء الله نتمنى التوفيق للرياضه السوريه، وشكرا ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك تلفزيون اوغاريت لانه الحمد لله عم تضوى على الالعاب الفرديه، وهي اول مره بتصير معنا تلفزيون اوغاريت الوحيد اللي عم يهتم فينا. أهلا وسهلا، شكرا كثير. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا الاعزاء، لقاؤنا يتجدد يوم الاحد القادم ان شاء الله مع حلقه جديده.